شحتة وأحمد فرج بالإعدام. وحكمت على إيمان بسيطرة المحكمة. حكمت بإعدام المتهم الأول والثاني وبمعاقبة المتهم الخامسة بيئة السجن المتبقى في 15 سنة. طبعاً هذا الحكم يعتبر بمثابة انتصاراً للعدالة وتحقيقاً للقصاص الشرعي بقوله تعالى ولكم في القصاص الحياة هي وحيد الباب لعلكم تتقون. هذا الحكم أصبح الآن بمثابة عنوان للحقيقة، والجولة الأولى من هذه المحاكمة تم الانتهاء منها بحضور قرب جلسة اليوم. يتبقى لنا جولة أمام محكمة النقد في الطعون التي تتقدم بها المتهمين ثلاثة والنيابة العامة أيضا عرض ملف القضية على محكمة النقد لتقول كلمتها في الحكم الصادر لجلسة اليوم. هو طعن النقد بيكون في خلال شهرين النيابة العامة لها الحق في أن تتقرر طعن على الحكم الصادر ضد المتهمة الثالثة وقاضي السجن الضهر. لتكون أيضا محكمة النقد رأيها في هذا الحكم. مساء الخير بحضرتك على القاهرة 24 يا فندم. استاذنا النهارده عايزين نوضح الاستاذة ايمان. الاستاذة ايمان هو مراعي خلال الفترة اللي فاتت دي ما زالوا كانوا في مرحلة حبس الاحتياط. كان طبقا للتعليمات والكتب الدورية الخاصة في مراكز المصلحة والتأهيل أن كل من لم يحكم عليه أو محروس على قمة القضية بيرتدي الملابس المدنية. ولكن بالنسبة للمتهم الأول والثاني بداية من اليوم بمجرد وصولهم إلى محبسهم سيتم استبدال ملابسهم بالبدلة الحمراء، والمتهمة الثالثة ستلتدي ثوبا بدون الأزمة. حضرتك راضي عن الحكم النهارده على التعليق على احكام القضاء؟ هو لا تعليق على احكام القضاء، ولكن الامر لم ينتهي. في اجراءات حضرتك ما تاخدوها؟ لا احنا خلاص بالنسبه لنا الامر موكول الى النيابه العامه. الامين العام على الدعوه العموميه، النيابه العامه
ستطعم بالنقض على الحكم بالنسبة للمتهمة الثالثة. للنيابة العامة العقوبة اللي أعطتها المتهمة بغير إيه أسباب الطعن يا معالي المستشار؟ أسباب الطعن على الحكم على المتهمة الثالثة. 6 شهور اللي أعطتها في السجن. مدة العقوبة اللي أعطتها في السجن دلوقتي. هتتنفذ بعد كده. معالي المستشار اسباب الطعن اللي حضرتك هتتكلم بيه على المتهمه الثالثه هي الاتهامات التي وجهتها النيابه العامه للمتهمه الثالثه هو الاشتراك مع المتهم الاول والثاني في الجرائم التي ارتكبها المتهم الاول والثاني وهي الاستضراب والخطف والسرقه بالاقراه والقتل والحق التعذيبات البدنية وطبقا للقانون من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها فالمفترض أن الشريك بيعاقب معاقبة الفاعل الأصلي خاصة وأن المتهمة الثالثة في تحقيقات النيابة العامة أقرت في التحقيقات بأنها كانت متوقعة الجريمة التي حدثت وهو مقتل قتل الدكتور أسامة صبور. طيب كانت مستوى الإجرامية ارتكبها قدام الأول. معالي المستشار النهارده الحكم تاريخي وأنصف كل المقلوبين على أمرهم زي ما بقول بس الأسرة لماذا غابت؟ دي لحظة تاريخية حق ابنها هيجي ليه غابت؟ قوموا ليه ما جاتش؟ هي ست كبيرة بعرف إن والد الدكتور أسامة ست مسنة والسفر منه ايه يا محطه القاهره المستشار عايزين نوضح نقطه يا سياده المستشار طب حضرتك بلغتهم البشره يا سياده المستشار حضرتك بلغتهم الخبر والبشره ان هم اخذوا سياده المستشار سياده المستشار يعني هم دلوقتي بيتابعونا وهيشوفوا الخبر استاذ راضي عن الحكم طبعا عليك على سياده المستشار في نقطه خطيره عايزين نوضحها الثلاثه تم احالتهم لفضيله مفتي الجمهوريه خلال الجلسه الماضيه والنهارده 2 تم يعني صدور الحكم بالاعدام عليهم والمتهمه الثالثه 15 سنه عايزين نوضح النقطه دي الامر ده هيتضح من خلال الاطلاع على حيثيات واسباب الحكم عندما تنتهي المحكمه من نفسه يعني الكلام ده هنعرفه ان شاء الله طب هل لو في راي للمحكمه بان هي ما تاخدش اعدام كان ممكن لم يتم احالتها مسبقا او خلال الجلسه اللي فاتت لا برضو كل دي امور سابقه لاوانها مجرد صدور الحكم والانتهاء من كتابه حيثياته ستتضح كل التفاصيل المتعلقه بالمتهمه المتهمه هتطعن فيه على القرار بالنسبه ليها اللي هي 15 سنه النيابه العامه هي التي ستطعن على الحكم الصادر بالسجن بس على حد علمي ان النيابه العامه تطعن في الحكم بالاعدام لو حد ما طعنش تطعن ايضا بالنسبه للاحكام الصادره بخلاف